لا يضيق قلب امرئ مسلم إلا وقد غفل عن معنى وإياك نستعين. ربك ها هنا قبلك قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منك، ملك كل شيء سبحانه وتعالى. فما إيمانك ويقينك فيه عز وجل وفي هذا المعنى؟ وننسى ونغفل، ننسى في غمرة الضعف البشري، ننسى أن لنا ربا يملك كل شيء، وما نعتقده حاجة عند خلقه ما هي إلا وديعة عند ذلك الخلق، وليست ملكا له البتة. ملي تخيل راشي واحد عنده واحد المصلحة ديالك هو غادي يعطيك، فهذيك المصلحة التي عند فلان ولا هذيك النعمة تيقن أنها ليست ملكا له، راه ماشي ديالو، وليس له حق التصرف فيها إلا بإذن الله، ولا يقدر على غير ذلك. ما يجيب لك شبالك، راه يمكن له هذاك فلان يعطيك ويمكن له يقلع لك، واخا راه الظاهر أنه فعلا يملكها ويحكمها ويتصرف فيها وفي مقادرها، ويظلم ذوي الحقوق فيمنعهم حقوقهم، ويعطي لمن لا يستحق فيعطيه أكثر من حقه، إنه لا يتصرف في ذلك إلا ليكسب إثما. الله تعالى كيبتليه فيكتسب بذلك إثما، ولكن راه ما زاد لهذاك اللي جاته الزيادة إلا بإذن الله، الله الذي زاده، وما نقص لهذاك اللي وقع له النقصان، يعني هذاك السيد اللي أعطى النقص للحاجة أو الإنسان اللي عنده حقه كامل ونقص له هذاك النقصان، صحيح تسبب فيه العبد الذي اكتسب بذلك إثما، ولكن الله عز وجل قدر أن يصل ذلك الرزق إلى ذلك الإنسان ناقصا. الله هو ملشي، هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، ولذلك ما تطولش عليك المسافة تنظر فلان، فإن لم تجد ففلان ففلان وفلان، سير مباشرة إلى الذي يملك الأصل حقا والفرع واطلب منه مباشرة. من اللي كتطلبها من الله عز وجل ما غاديش تطيح من السماء، هذاك اللي معول انت تمشي له يعطيك هو اللي غادي يجيبها لك، ولكن كيجيبها لك بأمر الله عز وجل، وكتجيك عزيزة بلا مدلة، لا تذل نفسك، اطلبها من الله عز وجل فسيسخره الله لك ويجي يدق عليك ويعطيك ديالك. وإياك نستعين، عجيب، تيجي الإنسان بغي يقضي مصلحة، بغي يسافر، بغي يخدم، بغي يتوظف، بغي واحد الصفقة تجارية تنجح له، بغي يريد أشياء كثيرة، وكتلقاه دار جميع الأسباب، شاف الناس، دار الطلب، توسط، قلب، شاف السمسار، جميع الأسباب البشرية دارها، إلا أن يطرق باب الله سائلا هدي مدرج. هذا نقصون وخرمون للعقيدة، وتكذيب لما تقوله كل يوم في صلاتك وإياك نستعين. أين هي الاستعانة إذن؟ لو لم يكن الأمر عظيما عند الله لما جعله لنا نقرأه في صلاتنا كل لحظة. راه هاد المعاني ديال الفاتحة كل معنى من المعاني ديالها إلا وهو ركن من أركان العبادة، ركن من أركان العبادة المعنوية. فطلب العون من الله عز وجل أمر مفروض على الإنسان أن يفعله، وجعلوا لنا الله عز وجل نكرره من الصباح للظهر العصر للمغرب للعشاء وفي جميع النوافل، حتى يتقرر في القلب ألا تسأل شيئا على الحقيقة إلا من ربك. مطلب طلب ديال العون الحقيقي إلا من ربك الذي خلقك، فإذا طلبته من إنسان فعلى سبيلي التسخير، يعني أنك ترجو أن يسخره الله لك بقضاء تلك الحاجة، ولو امتنع الله عز وجل أن يسخره لك لما سخر ولما صلحت المصلحة بين يديه وعلى يديه هذاك الإنسان، واخا هو هذاك الإنسان يبغي يقضي لك المصلحة، يريد ماشي ما بغيش، ولكن ما يقدر، يمنع من لدن العظيم سبحانه وتعالى، القدير سبحانه وتعالى، الملك الجبار القهار، يمنعه من أن يوصل إليك شيئا ويمنعك من أن تصل إلى شيء، ولكن حينما تطرق باب الله عز وجل مستعينا فإن مصالحك جميعا تقضى ما دام لك فيها خير.